الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة العشرين، ويشدد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. على هامش قمة العشرين، الرئيس السيسي يلتقي مع الرئيس التركي ويؤكدان أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقة بين البلدين. روسيا تعرب عن استعدادها للعودة لاتفاقية تصدير الحبوب وتثمن جهود الأمم المتحدة لتسهيل المحادثات. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، انعقدت قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها في القمة بدعوة من الهند، سعت مصر لأن تكون صوتا فاعلا للقارة الإفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية والتي باتت تتخذ أبعادا خطرة نتيجة لارتفاع أعباء خدمة الدين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. خلال مشاركته في الجلسة 3 والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن يقتضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير نظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، لا سيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيودلهي مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع بين مسارات العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آلية التعاون الثنائي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيودلهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها الخارجية، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى صون الأمن
والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. من جانبه أعرب رئيس تركيا عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، مشيدا بما تم في الآونة الأخيرة من تفعيل لبعض أطر التعاون بين البلدين، ومؤكدا في هذا الإطار تطلع تركيا لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري على الصعيد الإقليمي. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية بما يصب في صالح الدولتين والشعبين. التقى الرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين بوضع أكاليل الزهور على ضريح المهاتما غاندي. ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي بالرئيس السيسي، حيث قام بمصافحته فور وصوله إلى مقر النصب التذكاري للمهاتما غاندي. وللمزيد من المتابعة حول مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين، ينضم إلينا مباشرة من نيودلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، هل لك أن تطلعنا على الجديد خاصة فيما يتعلق بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين؟ نعم ريهام، بدأت بنود أو أبرز بنود البيان الختامي الرسمي لقمة مجموعة الدول العشرين في دورتها 18 بدأت في التكشف رويدا. أصبح لدينا الآن عدد أو جملة معتبرة من هذه البنود. ربما البند الأول في هذا البيان هو الترحيب بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية إلى عضوية العشرين لتصبح الاسم أو يصبح الاسم الرسمي عضوية أو مجموعة دول الواحد والعشرين، يعني دولة G21. أيضا البند الثاني مباشرة يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا سماها البيان دون التطرق إلى إدانة الجانب الروسي، واكتفى بالنص أن الزعماء والقادة والرؤساء المجتمعين يدينون أعمال العنف في أوكرانيا، ويرون أن الجانب الروسي يستغل هذه الأعمال لكسب أرض على الميدان دون توجيه إشارة واضحة أو انتقاد واضح للجانب الروسي، وهو بالمناسبة النصر الذي اعتبره الجانب الروسي نصرا له خلال هذه الفعاليات التي شهدت في هذه النقطة تحديدا تجاذبات سياسية وسجالات. استطاعت الهند ببراعة أن تقود الدفة وتحول الأمر إلى التركيز على الجانب الاقتصادي. عودة مرة أخرى لأبرز بنود البيان هو التأكيد على عزم الدول الأعضاء بمضاعفة إنتاجهم من الطاقة النظيفة والمتجددة
متعددة، 3 أضعاف بحلول عام 2030، تسريع وتيرة العمل من أجل مكافحة التغيرات المناخية، تسريع أيضا العمل على مكافحة الكوارث الطبيعية البيئية على وجه الخصوص. وكان هناك إعلان عن مشروع ضخم كبير للغاية كما وصفه البيان، مشروع للربط البحري والربط عبر السكك الحديدية بين الهند مرورا بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب القارة الأوروبية نهاية بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ينص أو يشير البيان عن تكلفة هذا المشروع الضخم، شركاء هذا المشروع الضخم أو السقف الزمني الذي سوف ينتهي فيه هذا المشروع، ولكن اكتفى بالإشارة بأنه مشروع للربط السككي والبحري ضخم للغاية يربط ما بين الشرق إلى الغرب. أيضا كانت هناك إشارة واضحة بأن مؤسسات التمويل المالية في دول المجموعة تحتاج إلى إعادة توجيه وإعادة تشكيل من جديد لتواكب التغيرات الاقتصادية الحادة التي اعترت الاقتصاد العالمي في 3 سنوات الأخيرة اتصالا بعدد من الأزمات السياسية والاقتصادية. هذه هي أبرز بنود البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين. وبالمناسبة البيان في مجمله يعكس عدد كبير من المقاربات المصرية التي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركة سيادته في الجلسة الافتتاحية في الجلسة الختامية اليوم لها أو خلال القمة الأوروبية. في هذه القمة المهمة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا لمصر رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك أيضا صوت لإفريقيا وللدول النامية. أصداء هذه المشاركة المهمة من السيد الرئيس صحيح. وبشكل خاص أيضا في ضوء اللقاءات المهمة التي قام بها السيد الرئيس على هامش حضوره لهذه القمة. بداية لقاء السيد الرئيس والرئيس التركي استحوذ على تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية هنا في الهند أو العالمية التي غطت هذه الاجتماعات، واستحوذ أيضا على جانب كبير من النقاشات والأحاديث الجانبية بين عدد من الساسة والدبلوماسيين والسياسيين أعضاء الوفود المختلفة، كانت له أصداء إيجابية للغاية. أيضا مشاركة السيد الرئيس في الجلسات سواء الجلسة الافتتاحية أو الختامية أو القمة الأوروبية المصغرة وتأكيدات سيادته على عدد من المحاور الهامة التي جاءت في البيان الختامي، سواء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وضرورة مكافحة التغيرات المناخية التي باتت تهدد معدلات النمو الاقتصادي، تأكيدات سيادته على استمرارية التمويل لاستمرارية واستدامة عمليات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وفي الجنوب بشكل عام أيضا كانت قضية حاضرة في البيان الختامي، تأكيد سيادته على الأمن الغذائي العالمي وحوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي واستعداد مصر لتكون مركز عالمي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب، وهو ما جاء في البيان الختامي عندما دعا الرؤساء والزعماء كل من روسيا وأوكرانيا على إعادة تصدير الحبوب عبر الممرات البحرية في البحر الأسود. أيضا كانت هناك إشارة من السيد الرئيس على ضرورة إشراك واندماج الاقتصاد القاري الإفريقي إلى داخل منظومة الاقتصاد العالمي لتصحيح المسار من جديد وبناء شراكة قوية يستفيد فيها كلا الجانبان. ورد أيضا إشارة قوية إلى هذه النقطة تحديدا في البيان الختامي، وأيضا خلال فعاليات أخرى سواء اللقاءات الثنائية أو اللقاءات الجانبية التي أجراها السيد الرئيس مع عدد كبير من الرؤساء ورؤساء وقادة الوفود المشاركين في هذه الفعاليات، نشير في عجالة إلى عدد بارز منها: رئيس الوزراء الياباني، رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس جزر القمر، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس المجلس الأوروبي، رئيس منظمة الصحة العالمية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولز، وغيرهم من هذه اللقاءات التي يعني خلفت وراءها أصداء إيجابية للغاية، عكست الثقل السياسي والدور الهام المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي، سواء فيما يتعلق بتعزيز شراكات ثنائية مع هذه الدول وهذه الأطراف، أو فيما يتعلق في اندماج الاقتصاد الإفريقي داخل الاقتصاد العالمي والتحدث باسم كما أشرت ريهام دول الجنوب والدول النامية ودول القارة السمراء على وجه الخصوص. أشكرك جزيل الشكر الزميل علاء رشوان موقع التلفزيون المصرية في نيودلهي، أشكرك شكرا جزيلا علاء على هذه التغطية الوافية، شكرا جزيلا لك.
يقوم الرئيس السيسي بالكثير من الجهود سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ما استدعى العالم إلى خطب ود مصر ودعوتها ممثلة في الرئيس السيسي لحضور كبرى الفعاليات والقمم الدولية. تمثل مشاركة مصر في قمة العشرين هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة النظر القاهرة سياسيا واقتصاديا أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، لا سيما في المرحلة الراهنة. كثيرة هي الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا، ما استدعى العالم إلى خطب ود مصر ودعوتها ممثلة في الرئيس السيسي، وذلك لحضور كبرى الفعاليات والقمم الدولية وأبرزها قمة مجموعة العشرين مع قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصادات في العالم. دلالات كبيرة تحملها مشاركة مصر الثالثة في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الهند، فبعد مشاركتها بنجاح وفاعلية في القمة عامي 2016 و2019 بالصين واليابان على الترتيب، وما تضمنته مشاركتها من جلسات هامة ولقاءات رفيعة المستوى، تمثل مشاركة مصر في القمة هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة نظر القاهرة سياسيا واقتصاديا، وذلك أمام صانع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، لا سيما في المرحلة الراهنة. وفي ظل تواجد كبار القادة على مستوى العالم، تمثل القمة محفلا هاما لبحث الأزمات المتشابكة بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الديون، والتركيز على مرونة النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية. وهنا يظهر دور مصر كلاعب قوي من خلال تأكيدها المتواصل على أهمية توسيع نطاق التمثيل للدول النامية في هيئات صنع القرار بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كذلك تعمل مصر التي تحمل على عاتقها تمثيل القارة الإفريقية خلال تلك المحافل الدولية على ضرورة تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج متنوع يشمل سياسة الانفتاح على كافة القوى الدولية والبحث عن فرص بديلة مع الدول التي تمتلك تجارب تنموية ناجحة. مصر كقوة إقليمية محورية مهمة يمثل حضورها قمة العشرين فرصة كذلك لبحث ملفات ملحة كالأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث. خبرات مصر وثقلها السياسي ميزة نوعية تسعى دول العالم وتكتلاتها السياسية والاقتصادية للاستفادة منها وتقديم تجارب ناجحة للقدرة على تخطي عقبات صعبة كالإرهاب ومواجهة التوترات الإقليمية، وكذلك استعادة القدرة على دفع عجلة التنمية. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. تضمنت المرحلة عرضا للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، حيث تم استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة. يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة المجالات.
كافة القضايا على جميع المستويات. تتواصل فعاليات الحوار الوطني، حيث انطلقت جلسة متخصصة لمجلس أمناء الحوار الوطني. تستهدف الجلسة مناقشة بعض الموضوعات الهامة، من بينها مخرجات الأسبوع السادس لجلسات الحوار الوطني العامة والمتخصصة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الأكاديمية الوطنية للتدريب الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، أطلعنا على آخر تطورات جلسات الحوار الوطني اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل تتواصل هذه الجلسات الخاصة بالحوار الوطني، هذه هي المرحلة الثانية للحوار الوطني والأسبوع السابع. الأسبوع السادس كانت هذه جلسات معلنة شارك فيها جميع أطياف المجتمع في المحاور المتعددة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي. أما هذا الأسبوع السابع فهي جلسات مغلقة. اليوم هي جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني يناقشون فيها ما حدث خلال الأسبوع الماضي، مخرجات الأسبوع الماضي سواء كانت في المحور السياسي والجزء الخاص بالانتخابات وقضايا الانتخابات ومجلس الشعب ومجلس الشعب المحلي، والجزء الاقتصادي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتركيز على الصناعة وتوطين الصناعة، أيضا المحور المجتمعي وآلية تمكين الشباب سياسيا من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي. اليوم هي جلسة هامة لمجلس الأمناء من أجل الخروج أيضا بتنقيحات لما حدث الأسبوع الماضي، وبالإضافة لوضع جدول زمني للجلسات المتخصصة المغلقة التي ستقام هنا في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة أيضا لوضع جدول زمني للجلسات المعلنة. بجانب ذلك أيضا الخروج بتوصيات مهمة مثل ما التي خرجت في المرحلة الأولى التي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا نقطة هامة يسعى لها مجلس الأمناء الخروج بتوصيات يتم بإجماع من جميع فئات المجتمع من جميع الأحزاب المشاركين في الحوار الوطني، يخرجوا أيضا بتوصيات. ولكن المميز في هذه المرة هي في المرحلة الثانية هي مشاركة كبيرة من الشباب من الجامعات من المدارس، أيضا بالإضافة لمشاركة أكبر من المرحلة الأولى، خصوصا بعد التوصيات التي رفعت للرئيس والتي بالفعل ذهبت إلى مجلس النواب ليتم التعامل معها تشريعيا، وأخرى تم تحويلها للآليات التنفيذية التي تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، مما شجع المعارضة بشكل كبير المشاركة في المرحلة الثانية، وأيضا تفاءلوا وأشادوا بهذه المشاركة خصوصا بفتح المساحات المشتركة الكبيرة، وهذه هي المظلة الرئيسية للحوار الوطني، وهذا ما رصدناه أيضا من لقائنا مع عدد كبير من الرموز التي شاركت في الحوار الوطني، من رموز الفن، من رموز السينما، من أيضا رموز المؤثرين عن الشباب الذين أشادوا بهذه المشاركات الواسعة. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية الوافية. أكد المايسترو سليم سحاب أهمية عودة مادة التربية الموسيقية للمدارس. وخلال مناقشات المحور المجتمعي ضمت جلسات الحوار الوطني الأسبوع الماضي أن تتناول الأغاني ذات القيمة الفنية العالية والتي تمثل التراث المصري الموسيقي وتصقل المواهب الصاعدة. كلمت بالذات على أنه التربية الموسيقية يجب أن تعود إلى المدارس بشكل تذوق موسيقي، ولو ساعة في الأسبوع، ولو ساعة في الأسبوع يجوا مختصين يقدموا أغاني مع شرح بسيط كده، أغاني التراث، الأغاني اللي فيها قيمة فنية عالية تمثل تراثنا الموسيقي. إلى جانب ذلك أنا بطالب يعني يا ريت يبقى فيه ما يشبه اللامركزية الثقافية للمحافظات، يكون كل محافظة فيها اكتفاء ذاتي ثقافي وموسيقي، وده هذا حيرفع مستوى الموسيقى
التذوق الموسيقي والتذوق الوجداني والتربية الوجدانية في كل مصر حيرفعها بشكل الذوق العام بالضبط. رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومتر جنوب غرب مراكش. يشيع المغرب ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمر جزءا كبيرا من البلاد والذي أودى بحياة أكثر من 2012 شخصا وفقا لحصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عملية البحث. يعد هذا الزلزال الذي وقع بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني أقوى زلزال تم قياسه في المغرب على الإطلاق. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن جهود البحث والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مؤخرا دخلت مرحلة صعبة. وأضاف المتحدث أن أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ حرجة للغاية، مشيرا إلى أن العديد من الأسر التي فرت من منازلها في أعقاب الزلزال أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش. أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم مساعدات كبيرة للمغرب في أعقاب الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص. قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر إن فرق البحث والإنقاذ جاهزة للانتشار بالمغرب للمساعدة في الجهود الطبية وغيرها من أشكال المساعدة. تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته على اتصال بمسؤولين في المغرب. اتهمت المجموعة العسكرية في النيجر فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لتدخل عسكري في البلاد. وذكر بيان للمجموعة أنه تم منذ الأول من سبتمبر نشر طائرتي نقل عسكريتين في ساحل العاج إضافة إلى سفينة عسكرية في بنين. وأشار بيان للمجموعة العسكرية التي استولت على السلطة إلى أن نحو 100 عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وكوت ديفوار وبنين. وكانت دول غرب إفريقيا إكواس قد لوحت بتدخل عسكري لإعادة النظام الدستوري في النيجر بعد استيلاء المجموعة العسكرية في 26 من يوليو الماضي على السلطة، وهو قرار أيدته فرنسا. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قمة مجموعة العشرين في الهند بأنها ناجحة، مشيرا إلى قدرة نيودلهي على دعم سيطرة الصراع الروسي الأوكراني على القمة، حيث دعا بيان القمة جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأرض. خلال مؤتمر صحفي أعرب لافروف عن استعداد بلاده للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تلبية الشروط التي وضعتها. ثمن وزير الخارجية الروسي محاولات الأمم المتحدة لتسهيل المحادثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن أملها في أن تلعب الصين دورا إيجابيا في تحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا. جاء ذلك عقب اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية مع رئيس مجلس الدولة الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.
أعلنت السلطات الأوكرانية إسقاط قوات الدفاع الجوي لأكثر من 20 طائرة بدون طيار استهدفت العاصمة كييف، حيث سمع دوي انفجارات في أنحاء المدينة ومناطقها لما يقرب من ساعتين. ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أن مجموعة من الطائرات المسيرة دخلت العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة، فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من 20 طائرة. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قد أسقطت 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، كما دمرت أيضا 3 زوارق سريعة في مياه البحر. وأضافت الوزارة أن الزوارق العسكرية السريعة أمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان، ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات جراء الواقعتين. بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلنطي الناتو مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق. تشارك نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في التدريبات، وذلك بحسب ما أفادت البحرية الألمانية. الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء، رسالة وجهها الحلف إلى روسيا في ظل تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا. هنا في بحر البلطيق بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلنطي الناتو بينها الولايات المتحدة مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في استعراض للقوة. نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى نحو 19 طائرة ووحدات برية مختلفة تشارك في التدريبات السنوية حسب ما أعلنت البحرية الألمانية. برلين أعلنت أن أكثر من 3,100 جندي سيتدربون للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات في عام 2007 على سيناريو واقعي في إطار حلف الناتو، وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون في السنوات السابقة على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين أو المشاركة في مهام دولية. العمليات التي تستمر حتى 23 من سبتمبر ستجرى بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا بما يشمل مجاليهما البري والجوي وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق. الجنود سيتم تدريبهم كذلك على الدفاع عن المواني فضلا عن التدريب على شن هجوم برمائي على أهداف برية، وذلك في إطار جهود الناتو لتعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة. توقعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سيفرندانكو أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا إلى 4% هذا العام. خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية توقعت سيفرندانكو أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن التضخم الاستهلاكي سوف يتباطأ إلى 10.6% وذلك في عام 2023، وسوف يتباطأ أيضا التضخم الأساسي إلى 9%. Historical strategic positioning in a number of industries. It's never worthless to reiterate.
قال المدير العام لبنك التنمية الآسيوي إن آسيا وبقية دول العالم تواجه تحديات هائلة، على رأسها تغير المناخ والأوبئة والكوارث الطبيعية. كما أكد المدير العام للبنك أن الدول النامية تحتاج إلى أكثر من تريليون دولار سنويا لإحراز تقدم كبير في التحول المناخي. They face a wide range of structural and climate change driven fragilities at the best times. And we are already falling behind on the SDGs prior to the pandemic. نشنت وزارة الصحة رسمياً المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. أوضح وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن هذه المبادرة قد بدأت في 11 من يونيو الماضي بتسع محافظات كمرحلة أولى، في حين من المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024. هذا وقد قام وزير الصحة بافتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض. مستمرين في هذه الحملة، مستهدفين 30 مليون مواطن. بدأنا في 9 محافظات في المرحلة الأولى زي اسكندرية وزي مطروح وزي دمياط وزي البحيرة وأيضا الفيوم وأسيوط وجنوب سيناء وبورسعيد. دي المرحلة الأولى اللي احنا بدأناها في 11 يونيو، وإن شاء الله مع نهاية هذا العام هنكون وصلنا ل 11 محافظة كمان. مع الربع الأول من عام 24 نكون انتهينا ودخلنا 27 محافظة. المبادرة دي يعني هي يعني من أهم المبادرات الخاصة بالوقاية من الأورام. الحقيقة زي ما معالي الوزير تفضل وقال إن الوقاية من الأورام هي أفضل من علاجه، ولكننا لا نكتفي بحد الوقاية. النهاردة المبادرة تتعامل مع أورام عنق الرحم، أورام الرئة، أورام البروستاتا، وأورام القولون. من أهم الخطوات اللي احنا فخورين إن احنا شركاء فيها هي افتتاح أول معمل بيضم التحاليل الباثولوجية والتحاليل الجينية تحت سقف واحد. ده تطوير كبير جدا بيحصل في التشخيص وعلاج مريض الأورام السرطانية، لأن بكل بساطة علاج المرض ده بيبتدي من التشخيص المظبوط. انطلقت بالقاهرة الاجتماعات السنوية للآليات الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد إنه من المتوقع وصول معدلات النمو لـ 4% خلال عام 2023-2024، لافتة إلى أن المتوقع جمعه من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو 2024 يقارب 5 مليارات دولار. عملية التمويل وخصوصا مع أزمة كوفيد 19 بقى تحدي التمويل التنمية من التحديات الكبيرة، ولكن هذه الدول لديها من الموارد الطبيعية الكافية اللي هي لابد ان هي تستغلها، لابد ان هي تزود مستوى التجارة البينية بينها، بس ده محتاج ايضا الاستثمار في البنية الاساسية. فبنضع كل هذه التحديات والفرص اللي قدامنا، وبنقول انه مهم جدا ان كل هذه الدول تستفيد من الفرص الاخرى. كل دول أفريقيا لديها خطة للتطوير والتنمية، ونحن هنا اليوم للتأكد من أن خطط التنمية متوائمة ومتكاملة في إطار خطة التنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063. فالهدف من اجتماع اليوم الحديث عما حققناه خلال 10 سنوات الماضية إلى جانب وضع خطة ل10 سنوات مقبلة. تتواصل الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهلا مدرسي الذي افتتح بأحد المجمعات المدرسية بمدينة نصر. الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد تتواصل في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهلا مدرستي الذي افتتح بإحدى المجمعات المدرسية بمدينة نصر لعرض منتجات المدارس بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. كان في توجيه بأن احنا كل مديرية تقدر تعمل معرض أهلا مدرستي. احنا خلاص داخلين على مدارس، واحنا لازم نساعد اولياء الامور ونخفف عنهم، واحنا عندنا الوحده المنتجه لازم تتفعل اكتر، وزي ما انت شايف في المعرض
موجود حاجات مكتبية وحاجات وملابس بسيطة لأولادنا، والأهالي موجودين الحمد لله. وده اللي يهمني إن في إعلان عن الموضوع وإن الأهالي موجودة، فدي الحقيقة يعني واحدة من الحاجات. وأنا إن شاء الله هتابع الكلام ده على مستوى المحافظات، ودي كانت بداية في محافظة القاهرة. نفتتح معرض أهل مدرستي في أحد إدارات القاهرة. المبادرة دي جديدة لأن المنتج اللي بيتعرض في المعارض هو من يعني من أبنائنا الطلبة والقائمين على العملية التعليمية، وملاحظ إن الأسعار الحقيقة يعني مناسبة جدا مقارنة بخارج المعرض. المعرض يقام في كل محافظة ويقدم مستلزمات تشمل المصنوعات الجلدية والملابس والأدوات المكتبية والهدايا بجودة عالية وتناسب كل الأذواق المختلفة. نكلف المدارس إن هي تشارك بمنتجات عشان تساهم بيها في المعرض بتاعنا لرحمة بأولياء الأمور ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. احنا أهلا بنبتدي إن احنا نخدم بيها أولياء الأمور، وبنعمل لهم أهلا مدرستي. زي ما حضراتكم شايفين المعرض بيحتوي على كافة مستلزمات المدارس، كشكيل وكراسات وإقلام وزي مدرسي، شنط مدرسية، كل احتياجات الطالب. وعلى هامش المعرض أقيمت بعض الورش الفنية لعرض بعض المنتجات اليدوية التي صنعها الطلاب لتسويق منتجاتهم ودعم مواهبهم، وسط حضور لأولياء الأمور في أول يوم من افتتاح المعرض الذين أشادوا بجودة وأسعار المنتجات. عملنا الخرز، مش نوع خرز واحد، عملنا كذا حاجة، في مقالم كريستال وفي مقام خرز عادي، في كمان صوف. احنا أعمار مختلفة، مدرستنا ميس جهاد هي كانت بتعلمنا، ماشي. احنا في أولى ثانوي وثالثة إعدادي وستة ابتدائي. ده مشروع الوحدة المنتجة، ده عبارة عن مكبس الحراري، ده احنا بنطبع عليه التيشيرتات أو المجات أو الجرابات أيا كان. لا الأسعار مناسبة جدا، وهو كويس إن هم عملوا لنا كل ده في مكان واحد وكده، ويعني حاجات يدوي معمولة جميلة أوي ورخيصة جدا. بصراحة احنا جينا المعرض النهاردة عشان سمعنا إن الأسعار كويسة غير أسعار برا، وتقريبا كل الأسعار فعلا أقل من برا والحاجات كويسة جدا. معرض أهلا مدرسة بمحافظة القاهرة يتم لتغطية 33 إدارة تعليمية بالمحافظة، بالإضافة للمعرض الدائم بالمديرية، فضلا عن تعميمه في محافظات الجمهورية ليلبي احتياجات الأسر المصرية من متطلبات الموسم الدراسي الجديد. محمود جميل، التلفزيون المصري. افتتح محافظ الدقهلية أيمن مختار 20 معرضا من معارض أهل المدارس على مستوى مراكز المحافظة. وأوضح مختار أنه يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح بين 30% و40%. هذا ويضم المعرض الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية وملابس المدارس والأحذية وأيضا السلع الغذائية. عندنا في الدقهلية عندنا معرض رئيسي بمحافظة الدقهلية ومعارض فرعية بكافة مراكز المدن تشمل كافة احتياجات أبنائنا في المدارس، تخفيضات تصل من 30-40% على كافة المستلزمات. والله الأسعار هنا كويسة وفي متناول الجميع، وكل شيء موجود هنا من أول الحضانة لحد الثانوية لحد كل حاجة لحد الجامعة، كل شيء، كل المستلزمات موجودة ومتوفرة وأسعار كويسة. انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية الحمراوين جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج ل116 حالة بمختلف التخصصات الطبية وإجراء الفحص المعملي والأشعة والسونار، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. القافلة الطبية تشمل كافة التخصصات مع معمل مجهز بكافة التحاليل، مع صيدلية فيها أكثر من 109 صنف بتغطي كافة التخصصات المتوفرة في القافلة. الخدمات كلها بتتوفر بالمجان لخدمة أهالينا في منطقة الحمراوي. بنقدم خدمات متنوعة للمواطنين كلها بالمجان. احنا بنقدم خدمات كشف مبكر عن الأنيميا، متابعة الأطفال، السكر أيضا. هنجحنا الفترة اللي فاتت تواجدنا مستمر في المناطق اللي احنا موجودين فيها النهارده ان احنا نحد من مضاعفات مرض السكر،
وبالكشف والعلاج كله بالمجان. متشكرين جدا على الخدمات الحلوة دي بصراحة، وكل حاجة مجانا والدكاترة ممتازة والعلاج حلو جدا جدا. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1539 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 25 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف العلاج بالمجان. طبية بتقدم خدماتها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، مبادرة حياة كريمة. المبادرة بتقدم خدماتها هنا بالمجان تماما للمواطنين من خلال وجود 12 عيادة تخصصية فيها معظم التخصصات الطبية، وصاحب للقافلة خدمات طبية زي المعمل تحاليل الطبية اللي فيه أكثر من 40 تحليل، زي صيدلية فيها معظم الأدوية اللي هيحتاجها العيادات المصاحبة للقافلة. القافلة فيها استشاريين وأطباء من أكفأ أطباء وزارة الصحة والسكان. القافلة موجودة هنا في هذه القرية لمدة يومين. وحولونا على دكتور العظام أكشف، دكتور العظام حولنا أحلل ونزلت له، قلت له حولني على دكتور العينين، العينين بتوجعني محترم وأمير، حولني على دكتور العيون وكشفت وخدت العلاج. شهدت محافظة الشرقية احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والتي أقيمت فعالياتها بمنطقة أثار تل بسطاء بمدينة الزقازيق. خلال هذه الاحتفالية أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 2918 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 50 مليار و500 مليون جنيه. احتفالية أكثر من رائعة وتنظيم أكثر من رائع بصراحة. فقرات الفنية النهاردة بصراحة فقرات أكثر من رائعة، وبصراحة وحضور أكثر من رائع، حاجة بصراحة تشرف محافظة الشرقية. أقول لأهل الشرقية في اليوم دوت كل سنة وانتم طيبين، وخاصة كلنا لازم نتشرف باليوم العظيم دوت واللي حدث فيه من انتصارات من قديم الزمان إلى الوقت الحالي، وخاصة بعد ما الرئيس السيسي اتولى الرئاسة واللي حصل بعديها من أمن وسلام. ونختتم نشرة الثالثة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة العشرين، ويشدد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. على هامش قمة العشرين، الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس التركي، ويؤكدان أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين. روسيا تعرب عن استعدادها للعودة لاتفاقية تصدير الحبوب، وتثمن جهود الأمم المتحدة لتسهيل المحادثات. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.